ايضا الايقاف في هذه المباراة. كرة بالطول، كرة بتصلان الى احمد خليل، بداية مبكرة يا رب. غياب كرافة لا يعني ان يتوقف الاهلي عن التسجيل. بطل الشتاء يبدأ رحلة الربيع عن طريق الريد كارد. الريد كارد في الدقيقة الاولى كافية يا اهلي، كافية يا احمد. فريق احتياطي احمد خليل كيف يكون اساسي؟ الله على الهروب، على الانطلاقة. هو سجل في الدور الاول عليهم في الوقت الاخير، لكن في الدور الثاني يسجل في الوقت المبكر. في الدار مرة حمادي، مر حمادي، مر خليل، مر خليل، هرب خليل، صوب متابعة. الصدارة خط احمر، الصدارة خط احمر. هكذا يردد الامير، هكذا يردد النادي الاهلي، هكذا يقول الفرسان، هكذا يظهر لويس العاشر. كرة من الحمادي، كرة من خليل، كرة بتعدي، لكن من خيمينيز ما تعدي، من خيمينيز ما تعدي. عاد النادي الاهلي، عاد الفرسان، عادوا للتقدم من جديد. بعد فرص، بعد كرات، بعد محاولات، خيمينيز يسجلها، مسجلا خامس اهدافه في مرمى جمال. خليل مررها، انظروا الى همبرتو، همبرتو يتابع الموقف، يشاهد هذا الهدف متحسرا على نتيجة التعادل التي كانت قبل حتى وقت لعب هذه الكرة الثابتة. الان خيمينيز، خيمينيز بيرسل لك كرة عرضية. فارق النقاط الست في رحلة اللقب السادس المستمرة. ما زال، ما زال النادي الأهلي بالرغم من سحب النقاط الثلاث، ما زال الأهلي والصدارة حبايب، حبايب. خيمينيز يرفع، سياو يرتقي، لا يمكن أن يغيب هذا السهم. إنهم يطلقونه في كل جولة، يرسلونه في كل مرمى. فرحتهم كوزمن مع الإشارة إلى التغيير. ثلاثة، لكن الرأسية بتتخلص، الكرة المرتدة ممكن تأتي بهدف رابع. الكرة العالية إلى خيمينيز، ثلاثة على اثنين، استلمها، امتصها خيمينيز، سياو في المساحة، خيمينيز يا لعيب، بيرسل الكرة إلى حميد، حميد وقف عليها، حميد عرضها خيمينيز. الجمال، ما تقدر على هذا الجمال، على هذا الخيال، على الفرسان، على القوة الهجومية، على الرعب، على القوة، على الأهداف، على المتعة، على خيمينيز، على السياو، على حميد، على الأساسيين، على الاحتياطيين. الأهلي بالدفع الرباعي يستمر بصدارة الآن في الجولة الرابعة عشر. قمر 14، هو خيمينيز، هو خيمينيز الرابع، يأتي من الرقم 10 مع صافرة حكم المباراة. الصافرة كانت من خيمينيز معلنة فوز الأهلي بكل جدارة بأربعة أهداف واستمراره في الصدارة لأسبوع آخر. نقاط تسحب ونقاط تسترد اليوم، تسترد اليوم بالرغم من سحب النقاط الثلاث. ما زال الأهلي والصدارة حبايب. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لفريق دبي الذي قدم شوطا رائعا ومثيرا في شوط المباراة الثانية. مشاهدينا، متابعينا.